بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا الحالات ديالنا، حنا أربعة معاقين خوت ومات واحد السرطان الله يرحمه، وبقينا بثلاثة. هذه خرجنا درنا الخيمة، أنا وختي ها البنت ديالي، المرأة الأولى تلقات ما بغاتش تجلس وخلات ليها البنت، وكاينة المرأة أخرى خلات جوجت بها. المهم الشوط بدا كتشوف غير كيمشي غير بالدواء. خرجنا درنا الخيمة ديالنا، غير الكارة غير الناس اللي كيعاونونا، مرة كان جمع داكشي مرة ما كيكفيناش داكشي، ما كاينش ما غناكل ولا ما غنشرب ولا كدا. المهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجزاكم بخير. اللي بغا يدير شي يا جماعة، انتوما كتشوفوا الحالة ديالنا. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. الوالدة هبيلة كتمشي غير بالدواء، وهذا الشيء اللي كتشوفوا دابا اللي ما شربنا الدواء ما نعسوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتوما كتشوفوا الحالة ديالنا، الله يجازيكم بخير. اللي بغا يدير شي رجل، انتوما كتشوفوا الحالة ديالنا. السلام عليكم. السلام عليكم أخوتي، بغيت نقول لكم بحال هاد الشيء اللي كاين خويا. راه حنا ثلاثة د المعاقين، نختصر في الهضرة بلا ما نقول خويا الله يرحمو. حنا دابا ثلاثة، أنا عباتني عمتي وتوفات الله يرحمها، وخلات راجلها حيت رباوني، هو راجل كبير ما كيسمع ما كنشوف مزيان. مهم انا ما قادره نعجن ولا نشقى ولا ندير حتى حاجه في الدار، ما كاينش اللي قابلنا، ما كاينش اللي يصرف علينا الا الله سبحانه وتعالى. وعندي المرضيه القلب وديما كنشرب الدواء. لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا اللي شافنا الله يرحم الوالدين، انتما كتشوفوا الحاله ديالنا، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم.